مشاهدينا، لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. يعني بعد التحية وبداية سيادة اللواء، برأيك إلى أي مدى استطاعت تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة في التصدي للجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 من يونيو؟ تضحية الإرهاب في مصر نموذج محترف وناجح، وبدأ من 2011، ويعني كان محطة فارقة جدا العملية سيناء 2018 اللي قضت على الإرهاب الممنهج نهائيا. كان الحقيقة أهم ملامحها أنه تم السيطرة على الحدود الأربعة الاتجاهات الاستراتيجية، وتم عزل الإرهاب اللي في المنطقة عن الإرهاب الموجود في مصر، ثم مكافحة الإرهاب على كامل أرض الدولة المصرية بتعاون الحقيقة وثيق جدا ما بين القوات المسلحة والشرطة وبمساعدة المدنيين. وكان الحقيقة هذا نموذج يعني من نجاحه أن التدريبات المشتركة من الدول الشقيقة وصديقة بتطلب يعني التدريب على مكافحة الإرهاب والحرب غير التقليدية ضمن التدريبات المشتركة. النقطة المهمة جدا في هذا النموذج أن كان المظلة القانونية واضحة جدا، القانون 94 سنة 2015، وأيضا البعد الإنساني كان متوفر جدا. لكن أنا برجع لنقطة حضرتك قلت عليها في الأول، التضحية، إن مفيش حرب بدون تضحيات، ومفيش نصر بدون ثمن. قبل الشعب المصري كله التضحية، وعلى رأسهم طبعا القوات المسلحة والشرطة، وده اللي خلى التجربة تجربة ناجحة، وقدرنا الحقيقة نقضي على الإرهاب بشكل كامل ما عدا بعض العمليات الفردية اللي مش ممكن أي دولة تقدر توقفها، وده كان أساس لمشروعات التنمية في مصر وفي سيناء. صحيح. يعني اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا.